الحمد لله رب العالمين، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحمده ونشكره ونخلع ونترك من يفجره، ونشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قاهر فوق عباده، له الخلق والأمر، بيده الحكم، وإليه المرجع والمصير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أتم الله به النعمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا الله به على المحاجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك وتسليماتك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحابته. اللهم أعلي على جميع الدرجات درجته، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. أحببت أن نبدأ جمعتنا بهذه الآيات لتكون رداً لقضايانا إلى أصلها، فأصل حياتنا بكل ما تحويه أنها اختبار من الله، هذا هو الأصل. فنحن بعد هذا العمر الذي نعيشه في هذه الدنيا لنا موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في هذا الموقف لا بيغني عن الإنسان الفلسفة، ولا بيغني عن الإنسان الكبر، ولا بيغني عن الإنسان التكبر، ولا بيغني عن الإنسان الغنى، ولا تكبير الرأس، ولا الطناش، ما بيغني عن الإنسان كل هذه التصرفات. أنت ستأتي إلى الله ليسألك الله، وبالتالي مين اللي محتاج مين يا إخوة؟ مين اللي محتاج مين؟ نحن محتاجين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ما بدأ به الله سبحانه وتعالى الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني عنا وعن إسلامنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا وعن وقفتنا مع الحق وعن جهادنا إن جاهدنا
وعن تخذيلنا إن خذلنا، وعن تخلفنا إن تخلفنا، فالله هو الغني. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. القضية شو؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بدأت هذه البداية لأن كلما طال زمن البلاء المؤمن يشك في إيمانه، أو يشك في عدالة القضية، أو يشك في متى يأتي النصر، يصاب اليأس. واللي مش شايل لها هم بالأساس يزداد سعارا. قل انظروا ما الذي أخذناه، انظروا ما الذي عاد علينا، انظروا الأطفال، انظروا البيوت، يموتون من البرد، يموتون في العراء، يموتون من الجوع، يموتون من العطش. وهذه ليست المرة الأولى التي يضج فيها الناس بمثل هذه الأحاديث. ونحن في حديثنا اليوم لا نعلق على أحداث حدثت، وإنما نعيش مع أنفسنا نحن. رب العالمين سبحانه في كتابه ذكر طائفتين في القرآن الكريم في سورة التوبة: طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين. ووصف مسلك هؤلاء المؤمنين ومسلك أولئك المنافقين، وعاقبة المؤمنين وعاقبة المنافقين. وسورة التوبة نزلت بعد معركة من أشد المعارك، وتخيلوا إن اسمها غزوة العسرة. اسمها شو؟ العسرة. غزوة شديدة وسورة شديدة، وهي السورة الوحيدة التي لم يبدأها الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن الرحيم، وإنما بدأت ببراءة من الله ورسوله. لأنه حينما يكون هناك معارك، حينما يسيل دم يا إخوة، لا يوجد رحمة. حينما يسيل دم، هذا الدم يلعن كل متسبب. وهذا إذا كان دم إنسان، ما بالك بدم أكثر من 500,000؟ نحن اليوم عدد من جرح، إجمالي عدد من جرح واستشهد، فوق 70,000. وهذه دماء نزلت وسقطت ونزلت على الأرض. وهذه دماء إذا نسيها الناس لا ينساها الله. إذا تغافل عنها العرب فإن الله لا يغفل، ولا إذا كان لا يغفل عن دعوة مظلوم فكيف يغفل ربنا عن دماء مظلوم؟ المظلوم إذا بس حكى حكوات هذه الكلمات تصعد إلى السماء، فكيف إذا سقطت دماؤه وتبعثرت أشلاؤه؟ هذه الدماء تصيب المتسببين باللعنات، وبالتالي نحن رأينا الدماء، ولا بد أن نسأل: نحن متسببين فيها ولا براء منها؟
كل موقف ينال فيه من الإسلام والمسلمين ينبغي أن تسأل نفسك وصل لك الخبر؟ وصل، جهز السؤال، جهز السؤال، أنت وين؟ أنت مع أي الفرق؟ لا يوجد فريق في الوسط. واسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض، خطيئة حدثت وانتهى الأمر، هل هذه الخطيئة حدثت في كل الدنيا أم في مكان ما؟ الخطيئة واحدة تحدث في مكان ما لأنها خطيئة. قال النبي: إذا حدثت الخطيئة في الأرض، الناس نوعين، واحد شافها، واحد ما شافها، واحد شهد هذه الخطيئة وآخر غاب عنها. فقسم النبي الناس قسمان، قال: كان من شهدها وأنكرها، شافها بس ما بيقدر يعمل شيء مثل هؤلاء الثابتين، ألم تسمعوا إلى الأطفال وهم يقولوا، أطفال، البنت سن 4 سنوات وخمس سنوات، المذيع بيقول لها: ولو قصفتي، قالت: وإن قصفنا من نموت، وإذا انقصفنا من نموت. أطفال فلسطين ما بيستغنوا عن فلسطين وما بيبيعوا فلسطين، وهذه بنت 5 سنوات، ونحن زلام وشناب، ويقول لك هم اللي غلطانين وهم اللي عملوا وهم وهم وهم. إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، لأنه تبرأ من هذا الذي يحدث. فالله سبحانه وتعالى لا يسائله عنهم ما دام قام بالواجب. طب واللي شهدها وأعان عليها ودل على إخوانه وخاض في عرض إخوانه، هو تماما كالذي فعل؟ حينما توعد ربنا فرعون بالهلاك لم يهلكه وحده، وإنما أهلكه وجنوده، دمره وجنوده، عاقبه وجنوده. والجند ليس فقط من يحملون السلاح، كل من يعين، من أعان ظالما ولو بكلمة لقي الله وشكه مائل. أنا ما عملت شيء، أنا بس قلت. إعانة الظالم لا تجعل الإنسان يستقيم، ومحال أن يستقيم. إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، كما أنه حافظ نفسه من الخيانة وقام بواجبه، فالله سبحانه وتعالى لا يسائل عن هذه الخطيئة. ومن غاب عنها فرضيها، يقول لك: والله يستاهلوا، هم اللي جابوا لنفسهم، ده عملاء، كيف قدروا يخشوا غزة، كيف قدروا يخشوا ويعملوا في 3 ساعات ولا في 6 ساعات، مطبعين. أنا هنا أجلس لا أتحمل أن يؤتى علي في دولار، وأتهم من أوقفوا أنفسهم وحياتهم لله سبحانه وتعالى، وكأن الناس كلها بتدور على مصالحها مثلي. ليس الدنيا كلها أمثالنا، في الدنيا أناس لا يرجون إلا الله والدار الآخرة، ومثل بيقولوها عندنا بالفلاحي: إذا خليت خربت، مش بيقولوها هيك؟ ألم يقل النبي أن هناك طائفة في الأرض تظل موجودة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم؟ إن لم يكونوا هم إخواننا في غزة، مين هم ملكان؟ أين هذه الطائفة؟ ولا بنكذب الرسول؟ الرسول قال: هناك طائفة لا يخلو منها الأرض،
هذه الطائفة على الحق، لا بتبيع ولا بتخون. يلا نشاور عليها، مين هي؟ أين تجدهم؟ إلا هؤلاء الأطهار الأشراف الذين تتسامى نعالهم عن أشرف الأمة. لا أقول هم بس، هم نعالهم تسمو على أشرف هذه الأمة، لأن الشرف في هذه الأمة بالجهاد. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. شو معنى شهدها؟ وكأنه مشارك. انت راضي ولا منكر؟ ما تقف في النص، لان ما فيش نص. هناك حق لا لبس فيه، وهناك باطل لا لبس فيه. هل بعد الحق الا الضلال؟ ما فيش منطقه في النص. والامه لا تعرف هذه الانصاص او هذا الواقف في الحياد. اما اني انصر الحق، او بسكوتي فانا انصر الباطل، او بسلبيتي فانا انصر الباطل. وخليني اقولها لك، لكن ليس بالفاظي انا، وانما بالفاظ الصادق المصدوق رضي الله عنه وارضاه. قال في الحديث: ما من نبي الا جعل الله له حواريون، اصحاب يسيرون بسنته، ثم يخلفهم خلوف، بيجي بعدهم أشكال وألوان. أحد هذه الأشكال شكل يقولون ما لا يفعلون. يقعد يقول لك: لا والله أنا مع المقاومة، وأنا مع مش عارف مين. شو قدمت يا عيني؟ صفر. تأجيل لحفلات ما أجل، عايش حياته بالطول والعرض ويزعم أنه مجاهد ومع المجاهدين. يقول لك: آه والله قلوبنا معهم. وشو قلوبنا معهم؟ وشو أحد أصناف هؤلاء الذين يخلفون قوم يقولون ما لا يفعلون؟ ما شاء الله في الكلام، لكن أفعالهم صفر. حينما يهجم على الدين يطلب من الناس الوقوف، يطلب من الناس الجهاد، يطلب من الناس العمل، ونحن في معركة هي أطهر معركة شهدتها البشرية في هذا العصر. واحفظوا كلامي ده، لأنها معركة سيظهر الله بعدها الحق، وسيفتح بيت المقدس إن شاء الله رب العالمين. لأن رب العالمين ما بيكذب. قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. دول مصيبة. المصيبة الأكثر: ويفعلون ما لا يؤمرون. الله أمر، حينما نطابق أفعالهم بأوامر الله هذه الأفعال بعيدة. تجد مسلم يفعل كل ما لا يقره الإسلام ويقول أنا مسلم، يخالف الإسلام في حياته وفي عاداته وفي تجارته وفي سلعته وفي احتفالاته وفي معتقداته، ثم يقول أنا مسلم. وهؤلاء من حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يا إخوة ما وقر في القلب وصدقه العمل. إسلام الكلمة هذا لا ينفع. قال: ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن.
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. حينما يأتي علينا مثل هذا الوقت فكلنا مجاهدون، مش بندفن رأسنا في الأرض مثل النعام ونقول نحن مسلمين، هاي مع الإسلام ما بتسوى، لأن هناك استباحة للحرمات، هناك استباحة للدماء، هناك استباحة للأعراض. الله حرم علينا أن نخوض في أعراض إخواننا. قال على الكعبة: ما أعظمك وما أعظم هيبتك، إلا أن المسلم أعظم حربة منك دمه وماله وعرضه، وأن نظن به إلا خيرا. وبالتالي فهذا هو عصر الجهاد. قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن. أنت في شركتك ينبغي أن تجاهد بيدك، وفي بيتك ينبغي أن تجاهد بيدك، وفي ملكك ينبغي أن تجاهد بيدك، لا يسمح لك السكوت. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. أنت في محيطك بين أصدقائك وجيرانك ينبغي أن يكون لك صوت مسموع، مش تسمع التخزيل والاتهام والتريقة وتسكت. سمعت يا قلبي، لازم ترد، أنت سمعت. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لما لا تستطيع رده ولا دفعه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. حينما هجم سيدنا خالد بن الوليد قبل إسلامه على المسلمين في أحد، سالت دماء، رأى هذه الدماء سيدنا أنس بن النضر، شافها، ماذا يفعل؟ وقف، نظر، فإذا المسلمون في يأس، ليش قاعدين؟ ليه حاطين الحزن بالجرم؟ وكأن الدنيا قد هدمت والآخرة قد أقبلت. قال: لماذا تجلسون؟ قالوا: مات رسول الله. وكانت هذه إشاعة أخرجوها، مثل الإشاعات اللي بيقولها خلصنا وخلصنا على المقاومة، ويا خلاص شوفوا لكم مكان تاني. وهم حتى في الشمال اليوم حدثت معارك في جحر الديك، وهي أول مكان دخله جيش الاحتلال المجرم الغادر. اليوم قصفوا غرفة القيادة واشتبكوا مع عشرات من الجنود ووقعوا بينهم قتلى وجرحى، وأخذوا منهم أسلحة كمان. وأبو عبيدة هل أظن بيقول كلمة، ودي أول مكان دخل. قالوا: مات رسول الله. قال: وما طيب العيش بعد رسول الله؟ إحنا إذا مات الرسول وقتل لماذا نعيش؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم قال هذا الكلام، وهذا هو الشاهد، نظر إلى الجالسين وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء الذين جلسوا، هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نصرته، أو خذلوا الجيش ورجعوا من الطريق. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وأشار إلى المشركين الذين استباحوا الدماء، دماء إخوانهم، وإن خالفوهم في العقيدة، قال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. أنا أبرأ إليك من التخذيل والمخذلين، لا تؤاخذني بهذا التخذيل. اللهم إني أشهدك أني غير راض على هؤلاء المخذلين، أبرأ إليك من فعل هؤلاء ومن إجرام هؤلاء. ثم لاقى الصف المجرم بنفسه بجسده، قبل الجيش بصدره، ويقول لك: أصل دول انتحاريين. شو انتحاريين؟ حينما يكون هناك معركة لا قيمة للنفس، نحن فاهمين الأمور بالقلب، نحن فاهمين أن النصر بيجي عشان ننتصر.
النصر يأتي أن تثبت أنت في المعركة فتأخذ الثمن، والثمن هو شو الجنة، هو أي الآية قالت هعطيكم النصر، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الدنيا ولا الجنة، قال الآخرة وليس الدنيا. حتى لا يتعلق الإنسان دائما بالمغنم المادي المادي المادي، الثبات على الحق نصر، الموت على الحق نصر، الاستمرار في حرب في حمل الراية نصر، رفع القضية أمام الناس نصر. وإلا يبقى كل الشهداء اللي ذهبوا هؤلاء ذهبوا انتحاريين، يبقى فتى الأخدود هذا دل الملك على قتله من أجل أن ينتحر؟ ألم يكن له امسك السهم واضربني وقول باسم رب الغلام؟ فلما قال ذلك استشهد الغلام. القضية لا تنتهي بنهاية فرد ولا باستشهاد فرد ولا بهدم بيت، القضية تسير بهذه التضحيات لا تنتهي. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ما فين النصر؟ ما هو النصر نسبي، هناك نصر حقيقي ودرجات توصل إلى هذا النصر. ونحن لا أريد أن أعيد ما كنا في خطب سابقة، كل هذه مراحل على طريق النصر. حينما فتح صلاح الدين بيت المقدس كانت هذه المعركة الأخيرة لمعارك استمرت 20 سنة، بدأها عماد الدين زنكي ثم نور الدين محمود ثم صلاح الدين، معارك استمرت لأيام طويلة وسنوات طويلة في الشام وفي مصر، ثم أكرمهم الله في النهاية بفتح بيت المقدس. وهذه المعركة معركة طويلة سبقها معارك وسيتلوها معارك، لكن هذه المعركة بالذات ليست كمثيلتها، هذه حجر زاوية نقول فيها إن شاء الله كما قال النبي في غزوة الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. هدول مش هيقدروا يرفعوا رأسهم مرة تانية إن شاء الله رب العالمين. نحن نريد أن يكرمنا الله بأن نكون من المؤمنين، لا نريد أن نردد وندندن أقوال المنافقين. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله. إحنا أحوالنا بتقول إن إحنا من وين؟ من هدول ولا من الآخرين؟ واعلموا أنه شرف أن تكون مؤمنا، شرف أن تكون مجاهدا، شرف أن تبذل من نفسك ومن مالك ومن وقتك ومن ماركات اللي أنت شايلها ومن مصالحك، لأن الجهاد فيه بيع للدنيا وبيع للمال، لابد أن تخسر. إيه لازم تخسر؟ لأنه جهاد، هذه ليس خسارة، أنت تدفع ثمن جهادك وثمن شرفك وشرف الأمة. وإن لم تقف فاسمعها، والذي يقوله لك هو الله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء،
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل الجهاد ومن أهل الثبات ومن أهل الصمود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أيها الأحبة معاركنا مداها العمر كله، ما تقعد تعد بالشهر وبالشهرين وباليوم وباليومين، إيه يعني 70 يوم؟ حوصر النبي ومعه أهله الكفار من أهله مش بس المسلمين 3 سنين لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيدخل لهم شيء في الصحراء مثل أحوال إخواننا هناك. وهذه لم تكن يوم ولا شهر ولا سنة، 3 سنوات. المهم أن نظل فاعلين ونظل نكون بأدوارنا، الجهاد بالحال، الجهاد بالمقال، الجهاد بالمال، الجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد بالثبات والصمود والدعاء. كل هذه واجبات الأمة، ولن ينفعنا أن نسكت أو أن نصمت. الله بيسألك شو عملت؟ هذا هو سؤال الله لنا جميعا بين يديه يوم القيامة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الكبرياء والعظمة يا أرحم الراحمين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لا يعجزه شيء ولا يشغله شيء عن شيء، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا ذا الأمر الرشيد والبطش الشديد، يا فعال لما تريد. اللهم انصر دينك وعبادك وأولياءك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم انصرهم وثبتهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك وجند من جندك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أنت تدبير أمورهم. اللهم من كادهم فكده، ومن مكر بهم فامكر به، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور الصهيونية وأعوانها ورجالها يا رب العالمين في كل أرض. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا رأينا إفسادهم وإجرامهم وتدميرهم وتمزيقهم وقتلهم. اللهم فأرنا قدرتك عليهم يا أرحم الراحمين. يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أرنا فيهم قوتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وأنجو المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك، انقطعت بهم الأسباب وتفرقت بهم السبل، وليس لهم معين ولا ظهير إلاك يا أرحم الراحمين، وأنت حسبهم وكفى، أنت حسبنا وحسبهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم فداوي جريحهم وشافي مريضهم وتقبل شهداءهم. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم اغنهم بفضلك عن سؤال من سواك وعن عطاء من سواك وعن رحمة من سواك. اللهم لا يضيع من لجأ إليك فلا تضيعهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم واجعل لنا في هذه الحرب سهما، واجعل لنا في هذه المعركة اسما ونصرا. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نبرأ إليك من إجرام المجرمين ومن تخذيل المخذلين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.